اليمن، إلا أن طالب اليمني لا زال شامخا، ولا زال هو النبرة التي سوف تضيق اليمن التي هي مجروحة اليوم بسبب الجهل من بعد مجموعة بسيطة. هذه المجموعة بسبب جهلها أدت بنا إلى ما نحن عليه، ونفقد اسمنا الحقيقي المسمى باليمن السعيد. لكن اليمنيون لن يفقدوا، ستبقى اليمن بإذن الله هي المنبر الرئيس والمصدر الرئيس إلى هذه السعادة من خلال أبنائها مخرجات هذه الدول. وعلى مصر وعلى أسيوط خاصة وكل الجامعات المصرية إن تعتز بمخرجاتها، فهي اليوم في كل منابر العالم وفي المنابر اليمنية وعلى قيادة السلطة اليمنية لدينا وزراء متتاليون هم المخرجات مصر، ولدينا قادة في كل المؤسسات اليمنية. وعلى مصر أن تبقى على هذا المنوال كما عهدها العالم والعالم العربي خاصة، منبر لمخرجات وتاريخ عريض نحن نحترمها ونقدرها، ونتواجد في كل محفل تقوم به، ونريد بتواجدنا مع أخواننا أن نرفع اسم اليمن دائما بالشكر والتقدير لهذه الدولة العظيمة، دولة مصر العربية. ونحن نوصل هذه الكلمة عن حق. مصر وقفت مع اليمن منذ الأزل، لديها تاريخ معنا. واليوم أيضا في ظل الوضع المأساوي، كانت مصر في ضمن دول التحالف دولة ذات قيمة في أروقة الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، كان لصوتها موقفا جبار لكيفية الحفاظ على اليمن وعلى شرعيته. ونحن من هذه المواقع نثمن ونقدر ونتواجد حيثما رفع اسم مصر، وبذلك نجدنا اليوم في أسيوط المحافظة الحبيبة على قلوبنا والتي لدينا عشرات الطلاب متواجدون فيها اليوم، أحببنا أن يكون من بيننا. فشكرنا الكثير إلى الأستاذ الدكتور طارق على هذه الاستضافة وعلى السيد المحافظ، وشكرا الجزيل لكل مصر. وهذا التقدير هو أساسا كلمة معبرة من كل اليمنيين في مصر. اليوم مصر تأخذ العشرات بل المئات بل الآلاف من النازحون جراء الحرب التي تخوضها فئة جراء الجهل. نحن نشد على أبنائنا أن ينهروا العلم وأن يكونوا عبارة عن أدوات لكيفية إنارة اليمن وأبنائهم وأخوانهم في اليمن من مناهل العلم في جمهورية مصر العربية. الشكر الجزيل لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.